مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لآخر فقرتنا في حلقة النهاردة من هذا الصباح وجولة الصحافة، قراءة في أبرز عناوين الصحف المصرية واللي بيشرفنا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجالي. برحب بيك في هذا الصباح، منورنا أستاذ محمد. أهلا، صباح الخير عليكي وعلى رامي وعلى كل السادة المشاهدين. هستأذنك هنبدأ باستعراض سريع للصحف ونرجع مرة تانية نناقشها مع حضرتك بالتفصيل. نبدأ جولتنا في الصحافة بتحركات الرئيس السيسي دعما للقضية الفلسطينية، ونقرأ معكم مشاهدينا في ضيافتنا الكاتب الصحفي أستاذ محمد الجالي. نتجه سريعا لعنوان من جريدة الأخبار، والرئيس السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع رئيس وزراء ماليزيا، وعنوان آخر ولكن من اليوم السابع، مصر وماليزيا تتوافقان على ضرورة وقف التصعيد لتحقيق التهدئة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. أيضا مشاهدينا من جريدة الأهرام عنوان أخير، توافق مصري ماليزي حول التصعيد في غزة، والرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات. من هنا أستاذ محمد، في رأيك تقرأ يعني أو كيف تقرأ جهود الرئيس السيسي في التنسيق بين مختلف الدول لدفع سبل التهدئة ووقف التصعيد العسكري في غزة وبالتأكيد دعم القضية الفلسطينية؟ خلينا نشير إلى موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية منذ تولي رئاسة الجمهورية ومنذ كلمته التاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2014 وما تلاها من دورات على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القمة فيما بعد ذلك حتى 2019، وكلمته دائما ما كانت تحمل تحذيرات من أن عدم حل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة، والعالم لن يأمن بأمن وأمان طالما هذه القضية وهي أم القضايا لم تحل. فيما يتعلق بتحركات الرئيس السيسي وفيما يتعلق بالوضع في غزة تحديدا، في قمة جدة في السعودية وفي مايو 2023 في 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 مطلع هذا العام، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن حذر من التصعيد العسكري والأمني في غزة، وشفنا قد إيه المواقف التاريخية لمصر بقيادة الرئيس السيسي في مؤتمر ماكرون وملك الأردن في فرنسا 2021 عندما خصص 500 مليون دولار لإعادة إعمار
غزة، وبالتالي موقف مصر من هذه القضية لا يمكن أبدا المزايدة عليه ولا يمكن المتاجرة به. موقف مصر موقف مشرف جدا منذ اندلاع الأزمة، وحتى فيما يتعلق بالحرب والصراع بين حماس والجانب الإسرائيلي في 7 أكتوبر كانت مصر سباقة في يعني إطلاق صيحات التحذيرات وضرورة حماية المدنيين. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع هذه الحرب التي هي بالفعل حرب على الشعب الفلسطيني من جانب الكيان الصهيوني، تلقى عشرات الاتصالات من زعماء دول العالم حتى من أمريكا الجنوبية والدول البعيدة جدا، وبالتالي كانت الرسالة دائما على ضرورة وقف التصعيد، ضرورة حماية المدنيين، النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني. وبالفعل عندما تقرر مصر وعندما تتحدث مصر فإنها تفعل، لا تتحدث وتصمت. ورأينا جميعا جهود الرئيس السيسي حتى في الدعوة السريعة والعاجلة لقمة القاهرة للسلام التي عقدت في العاصمة الإدارية بمشاركة واسعة وفقا لضيق الوقت. فأنا أعتبر من وجهة نظر أن هذه القمة نجحت في إحداث عدد من الأشياء. أولا إيصال صوت القاهرة، وهو أن الأمن القومي المصري مرتبط بهذه القضية التاريخية، قضية الفلسطينية التي لو لم تحل فإن ليست المنطقة فقط التي ستعيش في عدم استقرار، وإنما سيصل صداها إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يحذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما. ما تم تداوله من أن القمة لم تحقق غرضها، يعني هذا كلام مردود عليه بأن العالم الغربي لديه موقف لا يحترم من هذه القضية ومن الفصائل ومن فصائل المقاومة في فلسطين، وهذا يتعارض مع النظرة المصرية لهذه الأزمة، وبالتالي لن يحدث توافق، لأنهم كانوا يشترطون على القمة وعلى مصر أن يتم إدانة حماس والمقاومة الفلسطينية، ويتم أيضا السماح بوجود بند يسمح لإسرائيل بالدفاع عن حقها وهي إبادة الشعب الفلسطيني، وهو ما لم تسمح به القاهرة. وبالتالي صدر البيان، بيان وفقا لرئاسة الجمهورية، لأنه لم يكن هناك أي توافق مع العالم الغربي، لكن مصر أوصلت رسالتها وبالتالي حققت مصر رغبتها. اليوم نتحدث عن أكثر من 40 شاحنة عبرت إلى الأراضي الفلسطينية بقرار مصري حكيم ورشيد، التحذيرات من أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ونزوح أو محاولة التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء هو خط أحمر، وهذه تذكرنا بالخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس السيسي سواء في ليبيا وسواء في البحر المتوسط، وهو ما لم تجرؤ حتى القوى الإقليمية الطامعة في هذا الإقليم من تخطي هذه الحدود الحمراء. وبالتالي كانت رسائل الرئيس السيسي حتى في الأكاديمية العسكرية أو في لقاءاتي أو في زياراتي الميدانية المختلفة تؤكد على هذا الحق. القضية الفلسطينية مصر لديها ثوابت تاريخية في هذه القضية، وهي أنه لا سلام في هذه المنطقة بدون حل هذه القضية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه التاريخية وفقا لمقررات الشرعية الدولية والحقوق الدولية والقانون الدولي، وهو الحدود 4 من يونيو 1967 وعاصمة فلسطين القدس. نعم. الشرقية. أستاذ محمد، ما زلنا بنتكلم عن جهود مصر الدبلوماسية في القضية الفلسطينية، وعنوان من جريدة الأخبار: الرئيس يلتقي وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالشيوخ الأمريكي. وعنوان آخر من جريدة الوطن: الرئيس السيسي للشيوخ الأمريكي: نرفض تهجير الفلسطينيين. نكمل حديثنا مع حضرتك عن دور مصر ورسائل الرئيس السيسي والثوابت التاريخية اللي بتتبناها مصر وتعمل بها، وكما حضرتك ذكرت الدولة المصرية تتحدث وتفعل. يعني بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ذكرت ونذكر، مواقف القيادة المصرية وأجهزة الدولة المصرية المعلنة هي المواقف نفسها التي في الغرف المغلقة وفي المباحثات المغلقة. عندما استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الأمريكي وأذيعت هذه المقابلة على الهواء، الرئيس السيسي تحدث بثوابت مصر وبلسان مصر والشعب المصري من هذه القضية، وحذر من مغبة التصعيد في الأراضي الفلسطينية. والرئيس السيسي كان من أوائل الذين تنبأوا بهذه
أو ما يعرف بالمخطط الغربي لتهجير الفلسطينيين واقتطاع جزء من أراضي سيناء الغالية لصالح يعني لصالح إبادة هذه القضية. وبالتالي كان العقل المصري متفطن جيدا لهذه المخططات، وكانت الجهود المصرية تحذر من هذا. سيناء التي عادت بالدم وبدماء المصريين وبشهداء المصريين وحروب كثيرة لن تفرط مصر فيها في حبة رمل واحدة. وبالتالي كانت رسائل الرئيس السيسي لوفد الكونجرس الأمريكي بالأمس رسائل حاسمة، وتؤكد على أن الدولة المصرية يعني مستقر في وجدانها أن هذه القضية أمن قومي لمصر، وبالتالي الرسائل ثابتة ولم تتغير ولم تتغير. الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي الذي بالمناسبة كشفته هذه الأزمة وعرته أمام العالم، الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان والذين يتحدثون عن الاستقرار هم أبعد ما يكونوا عن هذا الأمر، ويعني كشفتهم هذه القضية والمجازر التي ترتكب باسم الدفاع عن النفس وغيرها من هذه الأشياء المعلبة. والإعلام الغربي الذي يكل بمكيالين، ومصر كما نؤكد أن مصر صاحبة قرار تبحث عن مصالحها وعن أمنها القومي، كلام الرئيس الذي تحدث به منذ سنوات أننا نتبنى سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف، تؤكد هذه المقولة دوما أن موقف مصر مشرف، موقف القيادة السياسية يعني كلنا نفخر به، وحتى صحيح. على مستوى الشعوب العربية ومستوى الجانب الفلسطيني ومستوى حتى المقاومة الفلسطينية حماس تذكر، ويعني حتى في التصريحات التي خرجت في وسائل الإعلام المختلفة تستشهد بدور مصر التاريخي وكلمة مصر التاريخية أيضا في قمة القاهرة للسلام. فهذا يؤكد كله على مجهودات مصر في هذا الإطار، وأن القضية الفلسطينية هي قضية كل القضايا، وبدونها لن يتحقق استقرار ولن ينعم العالم بسلام. كما أكدت وذكرت أن هذه القضية، لأن الأجيال كانت هناك أجيال تعاني من يعني لا نريد أن نقول أن هذه القضية ماتت، لكنها شبه ماتت، ورأينا أن قوى إقليمية كثيرة في هذه المنطقة هناك تقارب، لكن ما حدث يوم 7 أكتوبر نسف كل هذه الاعتبارات. وبالتالي نحن أمام أجيال تحيا في قلوبها هذه القضية، وأكد على دور مصر الريادي الذي حاول الكثير اقتطاع أو تحييدها عنه. لكن إذا أردنا أن نحل هذه القضية فالكل سيأتي إلى القاهرة، الكل يتصل بالقيادة السياسية المصرية لأنها الوحيدة القادرة على إنفاذ ودخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبر رفح، القادرة على أن يعني تحدث تكتلات وتصل تحركت المياه الراكدة. نعم. نستطيع أن نقول أن تحركت المياه الراكدة بهذه الأفعال. طيب إحنا ما زلنا يعني استكمالا لحديث حضرتك هنروح لعنوان ولكن من جريدة الأهرام بيقول رفض مصري قاطع لاستهداف المدنيين والتهجير القسري للفلسطينيين، والرئيس لوفد من الكونغرس لا نقبل سياسة العقاب الجماعي ولا بد من وقف التصعيد. وعنوان آخر من اليوم 7 مصر ترفض استهداف جميع المدنيين والعقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين. الدبلوماسية المصرية وعلاقات الرئيس السيسي لمختلف المسؤولين والدبلوماسيين واستقباله لهؤلاء المسؤولين من مختلف دول العالم لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية، الدور المصري المحوري الريادي في هذه النقطة ماذا تقول فيه وكيف ترصده؟ خلينا نقول انه يعني خلينا نعكس السؤال، ماذا لو التزمت مصر الصمت مع كل هذه يعني مع كل هذا الصمت مع كل هذا الصمت وهذه الكفة غير المتوازنة في سياق هذا الأمر، والعالم الغربي أوروبا والدول الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وموقفها من هذه القضية. يعني أنا أتحدث ومتابع جيد ما حدث في هذه الأزمة منذ اندلاعها، والرسائل الغربية والولايات المتحدة الأمريكية العنيفة وشديدة العنف تجاه الشعب الفلسطيني ولصالح الكيان الصهيوني. وبالتالي أن مصر لو لم تكن تتحرك
ولو لم تتمسك برسالتها وهو رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لما تغيرت نسبيا هذه النبرة الغربية المتعالية ضد الشعب الفلسطيني وضد الحقوق العربية والفلسطينية. وبالتالي إجابة هذا السؤال أنه لو صمتت مصر كان الموضوع سيأخذ يعني منحنى مختلف تماما. وبالتالي إحنا بنتكلم وإحنا بنتكلم عن حقوق الإنسان بنتكلم عن أكثر من 5000 شهيد وحوالي 18000 مصاب أغلبهم من النساء والأطفال و70% وشوفنا ده كله. فبالتالي موقف مصر لا أحد يزايد عليه، ولولا الجهود المصرية لكنا يعني دخلنا في أمر لا يحمد عقباه. فنرفع يعني القبعة للقيادة المصرية وجهزة الدولة في مجهوداتها، الجهود المصرية وإن شاء الله ربنا مع أهلنا في فلسطين بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجالي، شرفتنا في فقرة الصحافة النهاردة في هذا الصباح. أنا اللي بشكركم إن شاء الله. بشكرك مرة تانية أستاذ محمد، شكرا لك يارا، وشكرا أيضا موصول لحضراتكم المشاهدين. وتظل الدولة المصرية صاحبة الريادة والسيادة. هذه هي مصر، هذه هي الجمهورية الجديدة. نشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة وصباح جديد يجمعنا في هذا الصباح على إكسترا نيوز. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.